مصطفى من بني سويف. اوكي. يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ انا بحب البرنامج بتاعكم جدا جدا والله، بتابعكم كل يوم. الله يخليك يا مصطفى، شكرا. انت بتتابعنا من بني سويف. طيب احنا يعني بنشكركم جدا، كل جمهور الصعيد العزيز. اجدع ناس اجدع ناس. طب احكي لنا، اتفضل. انا سؤال قدامي، الانسان اللي هو بيتكلم بطريقه التكبر. التكبر. يا فندم بيتكلم كده وببان عليه ان هو بيتكبر، بتضايق جدا حتى لو هو بيتكلم تمام. كلام كويس. لو حسيت ان هو بيتكلم هو بيتكبر بطرح كلام. حلو السؤال ده جدا. نشكرك يا مصطفى. يعني نبرة الصوت نفسها بيقول فيها ان فيها تعالي وتكبر، وده له علاقه بالحضرتك قلته، اللي هو ممكن تحكم على الناس بطريقه غلط. بس ايه اللي يخليك تحس ان اللي قدامك ان هو متكبر، او ايه اللي يخليك اللي قدامك يحس ان هو يعني بيتكلم بالنبره دي؟ ساعات في ناس مش بتبقى متكبره والناس بتقول عليها متكبرين. هو ليه بقى؟ ايه السر ده؟ هو بيعمل ميكانيزم او بيعمل يعني طريقه معينه كده، هو بيبقى ضعيف من جوه جدا، مهزوز من جوه. ده حقيقه، ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هقول لحضراتكم حاجه، النهارده لو انا واثق من نفسي مش هكون قاعد بكلم الناس، لان مثلا هي هنرجع للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل المكالمه، اللي هو انا النهارده لو انا بكلم انسان في كورس عندي اوكي، في طريقه معينه، ومش كل واحد في الكورس هكلمه زيه، لان في فروق فرديه طبعا. ففي ناس بتاخد طريقه معينه واسلوب معين بتتعامل بيه مع كل الناس، أوكي. وده مش صحيح. حد تاني بيبقى حاطط زي دروع، هو عامل زي ضعيف جدا. يعني ساعات حتى الصورة دي انت شايف نفسك ازاي، او المعرفة بالذات. ساعات في حد ممكن يبقى عامل يعني هو قطة مثلا، او قط وشايف نفسه اسد، اللي هو زي ما تقدرش مثلا في المسرح. ده حقيقي بالظبط. يعني هو بيتكلم بثقة، بيبان بس من بره كده، لكن هو ما عندوش ثقة في نفسه عايز خالص. هو عايز، او حضرتك لما يحصل اي مشكلة مع حد فيقول لك انت ما تعرفش انت بتكلم مين. ايوه بالظبط، دي جملة دي شهيرة جدا. يعني دي عندنا، ما تعرفش انا ابن مين؟ او انا ابن مين مثلا. يعني هي ليها مجموعة. طب ده انت ده ما مش تعرفش. ضعف زيادة، ان هو بيحرم. يعني هو ده بيدل على ان هو فعلا ضعيف، هو جدا. ضعف او حب بيقنع نفسه، او حب ممارسة السلطة اللي في ناس عندها هوس بيها. يعني كل الناس عايزة تبقى وزراء. طب لما انتوا كل الشعب كله يبقى وزراء، مين اللي هيتحكم في الشعب؟ يعني مش عارف مين، فين الشعب هيروح؟ هذه قصه.